شكرا لك يا شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات ركزت على تنشيط التبادل التجاري وتعزيز التدفق الاستثماري عبر دعم تواجد الشراكات المصرية في السوق الإريتري في القطاعات ذات الاهتمام والأولوية للجانبين. كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها التطورات بالبحر الأحمر، حيث ناقش الرئيسان ما تشهد هذه المنطقة من تطورات أمنية خطيرة، كما تم التشديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. هذا وقد تباحث الرئيسان بشأن التطورات التي يشهدها القرن الإفريقي، حيث تم التوافق على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى جنيف للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح. ومن المقرر أن يلقي شكري بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان، فضلا عن مشاركته في عدد من الفعاليات التي تتناول أهم الأزمات الإقليمية والدولية وتداعياتها على مناخ حقوق الإنسان العالمي، وعلى رأسها تداعيات الحرب الجارية في غزة وأعلى أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة تسببت في دمار غير مسبوق يحتاج إصلاحه عقودا من الزمن. وأضافت المنظمة أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدر أن إزالة الأنقاض والركام في غزة سيستغرق من 3 إلى 12 عاما. ذكر بيان مشترك أن قوات أمريكية وبريطانية نفذت ضربات على 18 هدفا تابعا لقوات الحوثي في اليمن. وأضاف البيان أن الضربات غطت 8 مواقع باليمن وشملت منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة والصواريخ وأنظمة للدفاع الجوي ورادارات وطائرة هليكوبتر. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن قوات الحوثي ستواصل مواجهة ردود على هجماتها ضد سفن في البحر الأحمر والمياه المحيطة. وقال أوستن في بيان إن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات حسب الحاجة للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم. تظاهر آلاف الأشخاص في أوروبا تعبيرا عن دعمهم لأوكرانيا في الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية. ففي ألمانيا تجمع نحو 5000 شخص في برلين حاملين أعلام أوكرانيا أو لافتات كتب عليها دافع عن أوكرانيا وسلحوا أوكرانيا الآن. وفي فرنسا تجمع أوكرانيون وفرنسيون في عدة مدن تعبيرا عن تضامنهم مع أوكرانيا، وأعربوا عن قلقهم من أن قوات كييف تفتقر إلى الأسلحة والذخائر وتواجه وضعا صعبا في مواجهة القوات الروسية. شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على ضرورة أن تكون الدول الغربية أكثر جرأة بشأن مصادرة الأصول الروسية التي جمدتها بعد العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في عام 2022. وأضاف سوناك في مقال نشر في صحيفة ساندي تايمز أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى المزيد من الأسلحة بعيدة المدى والطائرات المسيرة والذخائر بالإضافة إلى مساعدات أخرى. ختام موجز 8 فاصل، ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.